بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية الحوار والمناقشة ودرس رحلة حبة قمح. إذا قلنا ما لون حبة القمح؟ تفضل يا فراس. أصفر. طيب، قالت أنا حبة قمح صفراء، ما نوع المد في كلمة صفراء؟ ألف. الآن تفضل يا فراس، خذ جائزة. أنت ورايت الجوائز اليوم مقدمة من شركة عبد العزيز العجاجي، جزاك الله خيرا عبد العزيز. خذ جائزة واحدة وانصرف، أسرع، لا تتأخر، أسرع. الآن أنا حبة قمح، ما نوع التنوين؟ عبد العزيز، تنوين كاس، تعالى عبد العزيز. نواف مش عاوز لعب العيال. ناعمة، ما نوع التاء هنا؟ ناعمة، تاء مربوطة أم مفتوحة؟ مربوطة. تفضل. الملمسي، ما نوع اللام يا عزام في كلمة الملمسي؟ قمرية. كيف عرفت أنها قمرية؟ لأن عليها سكون. والسبب الثاني؟ تنطق. تفضل يا عزام. أسرع. كلمة يبذرني، ما نوع المد في كلمة يبذرني؟ يبذرني مد الياء. تفضل يا نواف، خذ جائزة. يا فراس، خذ هذه الملابس. أنت يا ياسر، تعال يا ياسر. كلمة الفلاح، لامن؟ قمرية. كيف عرفت أنها قمرية؟ عليها سكون. والسبب الثاني؟ تفضل. ويغطيني، ما نوع المد هنا يا منصور؟ ويغطيني بالياء. تفضل يا منصور. يا سعيد، يسقيني، ما نوع المد هنا يا سعيد؟ تعال يا سعيد، تعال يا ماجد. فتنمو جذوري، ما نوع المد هنا؟ يا ومد أيضا. واو، أحسن. تفضل، خذ جائزة يا ماجد. مشعل، تعال. استخرج لي من هذا السطر كلمة بها حرف مشدد. كلمة بها حرف مشدد يا مشعل. اقترب من السبورة. حط يدك عليها. أحسنت. تفضل. تعال يا أمير، اقرأ هذا السطر. ناعمة تو. كفى. فضل. ماذا نصنع من حبة القمح؟ خبزا وكعكا. طيب، أنت يا فهد، اقرأ هذه الكلمة يا فهد. هيا يا فهد. طولي. أحسنت يا فهد. ما نوع المد فيها؟ يا طولي. وأيضا مد بالألف. مد بالواو. تفضل يا فهد. من لم يشارك؟ الجميع شارك. راشد، تعال يا راشد، اقرأ هذه الكلمة يا راشد. اقترب من السبورة.
هيا يا راشد خذ المقطع الأول ثم المقطع الثاني. ها را يا تاني أو را خي تاني كلها بقى أوراقي. مقطع مقطع يسهل علينا القراءة. أوراقي، ما نوع المد هنا؟ أو راقي. ها يا وأيضا مد بالألف. تفضل يا راشد خذ جائزة. خذ جائزة. خذ جائزة. بقي أحد لم يشارك؟ خلاص. طيب الآن لو قلت يا سعيد كلمة أوراقي جمع أم مفرد؟ أوراقي جمع أم مفرد؟ جمع. ما مفردها؟ ما مفرد أوراق؟ ورقة. أحسنت. لو قلت سنابلي ما مفرد سنابلي؟ ما مفرد سنابلي؟ سنبلة. ما مفرد سنابلي؟ سنبلة. طب ما مفرد جذوري؟ جذر. ما مفرد جذوري؟ جذر. جذر. طيب كلمة الفلاح، هذا الفلاح جمع أم مفرد؟ من يعرف جمع أم مفرد؟ مفرد. ما جمع الفلاح؟ الفلاحون. جمع الفلاح الفلاحون. طب كلمة الأرض جمع أم مفرد؟ مفرد. ما جمع الأرض؟ ما جمع الأرض؟ لا فكر مرة أخرى. فه جمع الأرض. ها ياسر فكر ما هو. لا ها. أراضي. أحسنت يا نواف. جمع الأرض الأراضي. جمع الأرض الأراضي. طيب تكبر. تكبر ما مضاد كلمة تكبر؟ مجموعة عثمان ما مضاد كلمة تكبر؟ مضاد يعني عكس. عكس تكبر تصغر. أحسنت يا سيد. تصغر وماجد أيضا. تصغر مضاد تكبر. تصغر. طيب يزداد مضاد يزداد يا ياسر. انتظر. مضاد يزداد. يزداد مضادها يعني عكسها. عكس يزداد يقل. يقل بدل ينخفض كما قال ياسر تمشي ينخفض، ولكن ممكن نقول ايه يقل. الآن أملأ الحقول، ما نوع المد هنا يا مشعل؟ سنظل نلعب في هذا الشكل طوال اليوم؟ ما ينفع كده. ها الحقول ما نوع المد هنا؟ ما نوع المد يا عزام؟ الحقول مد بالواو. كلمة ذهبية يا مشعل. كلمة ذهبية ما نوع التنوين؟ أحسن. ثم يأتي الفلاحون ويحصدون. ما مضاد يحصدون؟ ما مضاد يحصدون؟ يزرعون. أحسنت يا فراس. خذ جائزة. لا من جد وجد ومن زرع، يبقى مضاد الزراعة الحصاد. يأخذ مرة أخرى. يحملون حباتها إلى المطحنة فتطحن لتصبح
دقيقا، ثم يأخذها الخباز ليصنع منها العجين، ثم يدخلها الفرن لتصير. ما نوع المد هنا لتصير؟ خبز يا أمين، خبزا أو كعكا شهيا. الآن سأسأل هذه المجموعة، من أي شيء نصنع الخبز والكعك؟ من الطحين. من الطحين. ما هو الطحين؟ ما هو الطحين؟ من أي شيء صنع؟ من بذرة أي؟ ها؟ ماذا صنع؟ من قمح. تعال، من القمح. نحن نتحدث اليوم عن حبة القمح. تفضل خذ جائزة. خلاص سأعطيك جائزة، تفضل يا رائد خذ. يا ياسر، قلنا أننا نصنع الدقيق من ماذا؟ من القمح. من القمح. أين كتابك يا ياسر؟ أين الكتاب؟ أمس تنسى الكتاب واليوم تنسى الكتاب؟ ما ينفع كده. خلاص خلاص خلاص. أول شيء تحدثت حبة القمح عنه، ماذا يفعل بها الفلاح؟ ماذا يفعل بها الفلاح؟ لا لا، ده النهاية الحصاد، يبذرها. تفضل يا عزام خذ. أول شيء يبذرها وفي النهاية يحصدها. طيب نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.